متواجدون الآن في بهوي القاعة رفقة. إذن قلت أن أبطال الجزائر متواجدون هنا في قاعة الشرفية لمطار هواري بومدينة الدولي، كلهم فخر واعتزاز، كلهم فرح، كلهم ربما افتخار بالانتماء بهذا البلد. أجواء جميلة، أجواء رائعة، أجواء مكملة أيضا للإنجازات التي كانت بطوكيو، لأن المرحلة الثانية ستبدأ هنا بالجزائر، لأن القادم أفضل، لأن ما وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل هذه الفئة التي رفعت الراية الوطنية عاليا أنها ستنال حقها من التحضير، كما عهدنا الجزائر أن تهتم بأبنائها. كل هؤلاء فخورين هم أولا بهذا الإنجاز، ونحن ربما أكثر فخر واعتزاز لأنهم ينتمون إلينا وننتمي إليهم. أحيانا لا أريد أن أقول الألعاب البارالمبية، لكن أريد أن أقول الألعاب الأولمبية لذوي الهمم، لأنهم فعلا همم عالية كبيرة جدا أرادت فحققت، وكان ذلك طموح كبيرا بطوكيو، فنالت 12 ميدالية، 4 ذهبيات وأقول 4 فضيات وأيضا 4 برونزيات. هي في المرتبة الثانية عربيا وإفريقيا بعد تونس، في المركز 29 عالميا من مجموع 78 دولة، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير أراه يشرفنا نحن أولا، وسنوفيهم أكيد حقهم. محمد بن رحال معي أيضا من فئة ذوي الهمم، سيتحدث عن هذا الاستقبال، سيتحدث عن إنجازات الجزائر. محمد بن رحال، كلمة حول هذا الاستقبال، حول ربما مستوى هذه الألعاب البارالمبية التي قيل عنها الكثير أن مستوى كان عالي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر كاع الحضور، معالي وزير الشباب والرياضه، الاعلاميين على هذا الاستقبال الحار. وفيما يخص المشاركه الجزائريه في هذه الالعاب شبه اولمبيه، كان المستوى عالي، الا انه احنا كما نقول لك تراجع نوعا ما المستوى تاعنا هذه المره، لكن الحمد لله بقات الجزائر دائما في مع الدول المتحصله على الميداليات، وتحصلت على نتائج مشرفه، هي مرتبه اولى عربيا وافريقيا الحمد لله. حتى النتائج تاع الرياضيين اللي تعثروا هذه المره ما كانش اخفاق كبير، مثلا انا كنت في كل منافسه نشارك فيها عندي ميداليات، اول منافسه اول محفل دولي ما تحصلش على ميداليه، لكن الحمد لله انا بالنسبه لي مرتبه مشرفه، مرتبه رابعه في سباق 100 متر ومرتبه رابعه في 200 متر. حطمت الرقم القياسي الافريقي ورقم قياسي عالمي في رمي القرص، ورقم قياسي افريقي في اختصاص سباقات كراسي متحركه. شكرا لك محمد بن رحال. دعوني ايضا اتحدث لناديه مجمج التي تشارك منذ اتذكر العام 2004 واكثر، وهي تحقق النتائج وتحقق الانجازات وتحقق الميداليات. ايضا ناديه مجمج فخورون، فخورون بك جدا وبكل ربما البعثه وحتى الابطال الرياضيين الجزائريين. كلمه على العاب طوكيو التي كانت مختلفه. السلام عليكم. الحمد لله اللي وصلنا بخير، وجد سعيده للزملاء تاعي اللي تحصلوا على ميداليات. انا كانت عندي سنه شويه مختلفه على العوام اللي فاتوا، لاني عملت عمليه في شهر مارس، كان عندي مده 3 أشهر بس يعني فقط للتحضير، والحمد لله مرتبه رابعه، يعني جد 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 مشرفه وما جاتش بالسهل. مالغي البلاد كانت في حال طوارئ، يعني الكوفيد 19 ما خلاناش نتدربوا، ما كناش يعني عندنا ادوات للتدريب ولا اماكن للتدريب، يعني عانينا، وهكاك قدرنا نتحصلوا يعني على مرتبه جد 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 مشرفه. انا كان حلمي اني نتحصل كالعاده، يعني لاني انا مخضرمه في الفريق الوطني منذ سنه 89، وانا نعطي للجزائر يعني بحبي للوطن تاعي عطيتها. والوطن يحبك، اعلمي ذلك ناديه. صدقيني والله انت تكلمي معايا والقلب تاعي راه يدير هكا، كنت بودي ندخل بميداليه ذهبيه كالزملاء، ولكن حتى المرتبه الرابعه يعني راهي جد مشرفه، وراني فرحانه بكم كامل، لانكم خطره هذه ما تخليتوش حتى على الرياضيين اللي ما قدروش يطلعوا فوق منصه التتويج. ولا عليك، وهذا واجب، وتبقين ميداليه على صدورنا ناديه. شكرا جزيلا لك. أتمنى أن أتحدث كريمة إذا أمكن مع آخرين، مع من ربما حقق الميداليات، أيضا مع
نعم رئيس اللجنة تفضل. نعم أكيد طبعا رفقة رئيس الاتحادية الجزائرية لذوي الهمم. بداية كيف كان الاستقبال وكيف شعرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللي لحقنا بخير وعلى سلامة. ميدالية برونزية للعلم، هذه أول ميدالية في تاريخ الجزائر في رياضة رفع الأثقال. الحمد لله كنت كاتب التاريخ في هذه الرياضة وكان لي أنت رفع الأثقال وجيدو هي أول ميدالية في تاريخ الجزائر فعلا. نعم الحمد لله كان لي شرف العظيم، وهذه رياضة رفع الأثقال هي رياضة قوية كثير، وكما تعرفوا الأرقام التوحى هذيك حتى في الرياضات الأولمبية ما يحققوش هذه الأرقام اللي تتحقق، الأرقام القياسية تاعها في الألعاب الأولمبية وما تتحققش هذه الأرقام. الحمد لله كان لي الفضل باش نكون أول رياضي في تاريخ الجزائر يدخل برياضة رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية، بعد ما كان لي الحظ ذلك أيضا من تحصلت في البطولات العالمية. أنا جد فخور بهذه الميدالية وهذا الإنجاز للكامل الشعب الجزائري إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي الشعب الجزائري هذا شعب من ذهب ويستاهل دائما الأفراح ويستاهل دائما نفرحه، هذا أقل شيء اللي قدرنا احنا نديره، وإن شاء الله فيها خير من الأمام إن شاء الله. وإحنا كنا عند حسن ظن الدولة الجزائرية وإن شاء الله عندنا ثقة كبيرة ثانيك في الدولة الجزائرية ثانيك باش تكون عند حسن ظننا إن شاء الله. طبعا أكيد وكلنا فخر، الدولة الجزائرية فخورة بكم جدا صدقني، وكل الشعب الجزائري فخور جدا، وإلا كيف نفسر هذا الاستقبال الرائع؟ سنواصل نعم في التصريحات كريمة. كان ربما هذه أبرز المحطات في هذا الحفل الذي كان يليق بسمعة أبطال الجزائر البارالمبيين والأولمبيين هكذا الذين قدموا الآن في هذه الأثناء من طوكيو، وسنوافيكم أكيد بكل التصريحات الخاصة بأبطال الجزائر بإنجازاتهم في كل مواعيدنا اللاحقة إن شاء الله.